اليوم ان شاء الله الاخوان غيكون واحد الفيديو اللي شي حاجه اللي زوينه بزاف. غادي نشرح لكم الاخوان على الاوتوماتيك ديال الايفيكو وكيفاش هبط الفولا ديال الايفيكو، حيت شحال من واحد كيحصل في الفولا ديال الايفيكو. هذه ما قلتوهاش ليا ولكن غنشارك معكم ان شاء الله في الفيديو اليوم. اوتوماتيك ديال الاخوان ساهر، غنشارك معكم ان شاء الله باللي ديطاي كامل. خليك معايا في هذا الفيديو، ولا ما عرفتيش شي حاجه خلي لي كومونتير وخليو لي كومونتيرات ديالكم باش ندير لكم فيديوهات ونهز. كما دابا شفت واحد قال لي على حساب اوتوماتيك، انا درت لكم فيديو على الاوتوماتيك والصراحه معلومه عطاها زوينه بزاف. السلام عليكم الاخوان، كنتمنى من الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. المهم الاخوان، فيديو جديد، نهار جديد كما كتشوفوا معنا. الفيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على حساب الاوتوماتيك ديال الايفيكو، غادي نشرحه ان شاء الله في هذا الفيديو كامل. حيت بزاف الناس طلبوا مني على الايفيكو كيفاش الاوتوماتيك ديالتها، وقلت علاش الاخوان ما غاديش نشرحها لكم في هذا الفيديو، حيت كيجوني بزاف ديال الميساج عليها، وانا الا ما جاتش ما جاوبكش في الميساج عرفني راه غنجاوبك في الفيديو كما كتشوفوا معنا الاخوان. غنشرح لكم لي ديطاي ديالها كامل، هي شي حاجه اللي زعما اللي ساهله وماشي شي حاجه زعما الاخوان اللي زعما بالنسبه للايفيكو شي حاجه اللي زعما اللي صعيبه بالنسبه للاوتوماتيك. لا اي اوتوماتيك بالنسبه للموك راه حتى شي حاجه صعيبه، وكاع حتى في الطوموبيل شي حاجه الاخوان اللي صعيبه سهله بزاف. المهم الاخوان، غنشرح لكم في هذا الفيديو بلي ديطاي على الاوتوماتيك ان شاء الله ديال الايفيكو في هذا الفيديو، خليكم معايا تشوفوا ان شاء الله كامل الاخوان. كما كتشوفوا معنا الاخوان، ديما كنجي نوقف في هذه البلايصه زوينه ومريحه وكنرتاح فيها، كنوقف الكاميو ديالي هنايا. كما من الصباح صراحه مشاركش معكم بزاف د الحوايج، كتفرقت الصباح خويش فاياج ديالي، مشيت فطرت، درت المويد اكاد ديت الغدا ديالي، فطاش كاديت الغدا ديالي شاوا، نقيت الكاميو ديما كنجي لهنا كنقيه، كنت جالس فوق الكرسي كما كتشوفوا معايا. الكرسي هو المحبوب عندي، دوز معايا شحال من رموك. شوفوا الاخوان شحال زوين، عاك الجميع بحال ما هكا كديري. وهذه هي الكوزينه انا عندي، وعندي البوطه وداك الشيء اللور. وبالنسبه للمواعن باش يبقاو نقاي وداك الشيء دايرهم هنا، حيت عندي الصندوقه اللي هي قصيره ما صغيره ماشي ما غاتجيش بالنسبه لهنايا. وهنايا الاخوان كاين شي اخوان كيدير معاه البوطه، راه لا تسير راه البوطه لا تنفست الله يستر تقتل الانسان. راه واحد قتلاتو داك العام في مراكش شي فور هو، والله يرحمه الاخوان. المهم الاخوان كما تشوفوا الكاميو ديالنا راه ديما الحمد لله ديما مزابي مهرلي فيه، وهذا راه محبوب ديال الجماهير ولا مشهور ايفيكو ولاش مشهوره على اللي داز كيكلاكسوني عليها الاخوان. كلشي ولا عارفنا بالايفيكو والحمد لله. هذا فخر ملي كتلاقى مع الناس كيوليو يعرفوك كيقول لك كلمات زوينين كيزيدو يحفزونا اكثر. والمهم الاخوان غادي نشرح لكم دابا على الاوتوماتيك ديال الايفيكو، هادشي اللي غادي نشرح لكم اليوم ان شاء الله. واللي عارف الاخوان شي برودوي زوين بالنسبه للطابلو خلي لي يكتبوا لي، انا عزيز عليا شويه النقا، بغيت شي برودوي يكون زوين بالنسبه للطابلو. المهم دابا غنشرح لكم على الاوتوماتيك ديالها ان شاء الله باذن الله الاخوان. المهم الاخوان، ايفيكو راه ماشي بحال السكانيا عندك شباط من هنايا الفولا ولا شي حاجه، بزاف الناس ما كتعرفهاش. هانتوما الدراري عندنا هنا بحال العدسه هنا في هاد البلايصه الكرتونه الاخوان كنديرها وكنبدلها ديما، علاش مزيان احسن من الطابيه. الطابيه اش كتجمع حاجاكم التراب، كنورك هاك بقدمي هاك نهبط الفولا هاك ساهل، نورك هاك نطلع نورك هاك نهبط. عندها بحال واحد العدسه كاين هنايا حمراني على الزيت، هاد اللعيبه غادي تشبع لك. المهم الاخوان دابا غادي ندير الكاميو امارش باش غادي نشرح لكم. يا بسم الله عليك توكلت. هانتوما الاخوان رجلي على الفران، يدي على السطار، ها هو ديماري الطابلو بان لكم شعل، ها هو ديماري باش دور لينا الفولا حتى هي مزيان وداك الشيء يخدم لينا مزيان. هانتوما الاخوان دابا بالنسبه دابا كان محلول في الطابلو
كيقول لك باب محلول كلشي كاين في هذه غلاقه محلوله ترسم لك هنا البنوله تهز ديال الباشيه كترسم هنا عاك نحيد فرنا ما حيش خاوي تهز البنوله ديال الباشيه كترسم هنا. المهم الاخوان كما كتشوفوا معنا الاخوان دابا ملي كتبغي دير انافا كتبغي تزيد بالكاميو دابا كما كتشوفوا معنا ان دابا باركينغ هاي بي باركينغ ديال فرنا ما وين بان انا واقفين انا غادي نورك هنايا ما تقيس حتى حاجه كنورك هنا دي دي بار هاي غتكتب هنايا الطروازيام ثلاثه في جاسيس شحال غيقلع بغيتي مثلا تحيد ثلاثه ودير جوج ولا واحد ها انتم الاخوان ها انتم ها هو داير شي ها هو كينقص ها هو كيزيد ها من هنايا ها هو كيزيد دابا كنخدم به مانيال دابا مانيال ها انتم دابا باش ما نشرحش لكم هادشي دابا خليوني في الاوتوماتيك عشان نشرح لكم مانيال دابا كما كتشوف دابا راه اوتوماتيك دابا اش كدير بغيتي تزيد كتحيد الفرانة ما هوك حاجه نورمال كتكسيري عادي انا غنكسيري ها هو الكاميو غيبدا يزيد ها شوف ها هو بدا غادي صافي هذا هو الاوتوماتيك ديالها. بالنسبه بغيت نوقف في الباركينغ كندير ان هوك هي باركينغ ان شو هي رجعت ان باركينغ ولكن الا بغيت نردو مانيال عاد باش غنوريكم مارشاليان ديالها كندير دي ديبار كتكتب لي هنايا اوتوماتيك كنعاود نورك على الدي نيت نورك حكو على الدي بهذه الطريقه كدير لي سمي شو هي تكتب ها دابا ولا مانيال دابا واخا تقلع بيه واخا غادي بيه ما يفوتش طروازيام ما يفوتهاش خاصك تخدم بالساروت هوك هوك شو دابا توما يا الاخوان ها هو كيقلب شو راه دوزيام شو اللي خدام دابا بالساروت كنتي غادي مثلا مانيال وبغيت تردي اوتوماتيك تورك هنا عادي حاجه نورمال راه غتكتب اوتوماتيك هاي اوتوماتيك شو راه تكتبت في اوتوماتيك عادية جدا ها انتوما اللي ما عرفش شي حاجة خلي لي في هذاك خلي لي كومونتير نقولها لك كاينش مشكل اير مارشاريان هذه راه سهلة اير ها انتوما الاخوان ها هي اير تكتبت هنا سمعوا اش كيدير سمعتوه ها انتوما انا غادي ننزل ورا واخا ننزل هو انضماري ما تخافش منه ما حتى لعبة ها شي ليلة ديسك لا حتى حاجة ها انتوما نوريكم فيروجات هانتوما مزابي شحال كيضرب ديال الكاميرا باش كيدير لكم فيديوهات باش تشوفوا ان شاء الله وتستافدوا خلوا لي كومونتيرات ديالكم هاهي شو هاهي المارشاليان خدام حاجة نورمال عادية دابا داير مارشاليان كاميو ما يزيد ما تلعبا الا لحيدتي الفرانة ما وكسيريتي ما يزيدش ها هو واقف في بلاصتو سمعت المارشاليان ها دابا هاد الموضوع تطرقنا ليه دابا دابا غادي نردو دابا غادي نردو بامور بامور الاخوان اي هي اللي كانت فيها شي حاجه كنت غتغوت سمعوا الاخوان سمعوا دابا ما غتغوتش حليت الباب ولكن شوف الباب دابا محلول ما كتغوت ما والو ولكن غادي ندير دي ديبار غيبدا يغوت ها انتم سمعتوا شنو يدير سمعتوا اش كيدير قال لك اودي راه الباب محلول هاهي ديكلارات في الطابلو بان الباب ديال الكاميو راه محلول انا غنسد هو غيسكت هي راه اللي بدات كتغوت عارفوا راه كاينه شي حاجه حزام السلامه بحال دابا انا منكم داير لي مهك داير لي ما هاد العيبه هادي راه دار لا كان حيت هي يبقى يغوت شي مشكل يبقى يغوت بعد المرات طالع لك شي حاجه في الطابلو شو اي حاجه صفراء راه ماشي شي خطر حمراء اللي خطر صافي الاخوان بالنسبه للاوتوماتيك ديالها راه هادشي اللي كاين بالنسبه للاخوان بغيتو الشرح ديال هذا تي هو غنديروا لي فيديو غتقول لي علاش ما غديرش لي فيديو حتى هو هذا موضوع طويل بغيتو عليه فيديو مرحبا ما كاينش المشكل هادشي اللي كاين الاخوان ونتمنوا من الله تكونوا استفدتوا وهذاك الشيء راه ساهل ماهل حتى شي حاجه ما واعره نتمنى من الله الاخوان تكونوا ان شاء الله استفدتوا في هذا الفيديو بزاف د الحوايج وريتهم لكم في هذا الفيديو بالنسبه للاوتوماتيك كيف ما شفتوا معنا داكشي راه ساهل حتى شي حاجه ما صعيبه وحتى شي حاجه ما واعره الانسان غير العقل براتيك انا ماشي نقدر نقول لك القرايه تكون معاونك 100% مي شويه واخا ما تكونش معاونك راه المهم الانسان غير يعقل ويشبع راه كاين اللي كيعقل احسن من اللي كيقرا كيدير بزاف د الحوايج ما تخافش الطريقه راه سهله بزاف وما تنساوش الاخوان بارطاجيو هذا الفيديو مع الناس اللي كتبغيو
باش ان شاء الله حتى هما يعرفوا اوتوماتيك ديال هاد الشاحنه الايفيكو 2024 اسواي راه بحال 2020 يمكن بحال 2023 ما كاينش بيناتهم اختلاف. المهم الاخوان السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر.